يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحجرة التي فيها قبر وهي ملتصقة بالمسجد وليست داخله، هل يجوز الصلاة في ذاك المسجد؟ الحجرة التي فيها قبر. قلنا لكم إذا كان القبر متصلا بالمسجد من أي جهة من جهاته فهذا مسجد مبني على القبر ولا يجوز الصلاة فيه. نعم، حجرة أو أي شيء. نعم.